هل من السنة الزواج في شهر شوال؟ وهل يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة عبر الهاتف؟ الزواج يجوز في أي وقت، في شوال وفي غيره، ما له شهر محدد ولا أسبوع محدد، بل يجوز متى ما تيسر لك في أي يوم في أي شهر. والذي يعتقد أن الزواج في شهر شوال فيه شؤم أو فيه عدم توفيق، هذا من اعتقاد الجاهلية، هذا من الطيرة، هذا من التطير بالأوقات، لا يجوز هذا. فلا يجوز اعتقادا اللي يتزوج في شهر كذا لا يوفق، اللي يتزوج بالبرج الفلاني ما يتم زواجه، اللي يحصل اللي يبيع ويشتري ما يربح، هذا من اعتقاد الجاهلية، وهو التشاؤم بالأوقات، التشاؤم بالأشخاص، والتشاؤم بالمحلات، كل هذا من الطيرة التي هي شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، نعم، أو تكهن أو تكهن له. هذه أمور جاهلية لا تجوز. نعم. التحدث مع المخطوبة، التحدث مع المخطوبة بقدر الحاجة لا بأس به، يجوز أنك ترى المخطوبة وتنظر إليها هل تصلح لك أو ما تصلح، تنظر إلى ما جرت العادة بكشفه مثل وجهها وكفيها، ولكن من غير خلوة، ما تخلو معها، بل يكون هذا بحضور وليها. ويجوز أن تكلمها وتسألها عن الأمور التي تحتاج إليها، لا بأس بذلك. نعم.